كابتن احمد، بعد 4 جولات المصري بيتصدر ب 10 نقط، يليه الزمالك وبعد كده الاهلي و8 نقط وبيراميدز 7 والاتحاد وكذا نادي. هل المصري عنده القدره على الاستمراريه؟ السؤال ده بقى يا رب يسمعنا كابتن علي ماهر. لازم بعد برضو ما قربوا له ملعب الاستاد وبقى في الجماهير بتسانده، دي هتبقى عامل قوي ليهم ان هم يقدروا ينافسوا. بس يعني الموضوع صعب شويه. يعني لو في زي ما بقول لك عنده فرقه تكمل، يعني زي ما بقول لك سكواد البودلة وعنده امكانيات كبيره، مع ان كامل ابو علي ما شاء الله مش مخليهم محتاجين حاجه، فممكن بنفسه. لكن ممكن على مر على الاربع مراكز اللي هم الاوليين يبقى عمل انجاز معاهم علي ماهر بصراحه. لكن طب بالنسبه للزمالك، لا الزمالك لو في تدعيم في يناير زي ما قلت لحضرتك اللي هم 4 على مستوى عالي جدا، سوبر بمعنى سوبر يعني. لان الجمهور مش هيتحمل الناشئين زي ايشو. خد بالك انت عندك لعيب هيرجع لك، ممكن يرجع لك في شهر 2 اسمه احمد حمدي، لعيب سوبر. يا ريت يا كابتن احمد حمدي. يا ريت. ما انا عارف يا ريت. اللي هو جاب جون في نهائي الكونفدراليه. يا ريت. ما هو ده مع برضه محتاجين نفس النوعيه دي ومحتاجين لازم في يناير. ما فيش حل. النادي الزمالك مش هيكمل حتى البطولات الافريقيه غير باللعيبه اللي عنده دي، لان لو اللعيبه اللي موجودين حاليا لو حد اتصاب منهم ما نقدرش نعتمد على الناشئين، الجمهور مش هيستحمل. صحيح. لكن من غير تدعيم ما يقدرش يكمل. لا ما يكملش. لا طيب كابتن تامر نفس القصه. اكيد يا بندق. يعني مصري. انت عندك لا المصري ممكن بينافس بس مش هياخد الدوري. يعني ممكن نشوفه في الاربع مراكز الاولى. مرشح الاقوى للدوري مين؟ طبعا الاهلي طبعا نمره واحد. الاهلي، الزمالك، بيراميدز. خد بالك الزمالك بقاله سنتين مركز ثالث. لا الزمالك يعني مش تاني اعتقد، ولا السنه اللي قبل اللي فاتت كان تاني. كميه المشاكل اللي موجوده دلوقتي في الزمالك تهد اي فرقه. انت بتتكلم على غرامات تتعدى ال 5 مليون دولار تقريبا. الدفع مثلا يجي 400 مليون جنيه. شفت المبالغ دي؟ طب المبالغ دي لو اتوفرت في لعيبه كويسه الزمالك ياخد الدوري الفتره اللي جايه دي كلها. طيب اتفرجنا على ماتشات افريقيا سريعا كده، توقعاتك لمباراه الاهلي واورلاندو بايرتس. لا الاهلي هناك. الاهلي. لا الاهلي بص يا بنت، انا بتكلم في لا انت ممكن مثلا تقلل خسارة تتعادل. طيب عشان وقتنا الزمالك وانيمبا. لا الزمالك طبعا يكسب. يكسب المصري وفريق بلاك بوس على فكره مش وحش الفريق ده. لا المصري الايام دي فايق بصراحه. يكسب يعني هناك ممكن يتعادل بس مش هيخسر. وبيراميدز بيراميدز نفس الطريقه نفس الشيء برضو. كابتن توقعات ماتش الاهلي صعب. قوي. ليه بقى؟ الفرقه دي ماشيه اول هناك في الدوري. طلعوا احسن من سان داونز. لا ده طلعوا زي سان داونز اما كان الاول. ايوه صح. وسان داونز هو اللي نازل نفس القوه. وكسبوا شباب بلوزداد. ايوه في الجزائر. فصعب ماتش الاهلي ده صعب جدا. طب وبالنسبه للزمالك؟ الزمالك لو تعادلنا هناك يبقى كويس يا راجل. ده هننبى فرقه عاليه. لا هننبى مش زي الاول خالص. انا في موضوع ان احنا لازم تدعيم ده بلاك بولز والمصري. الفرقه اللي لعبت الزمالك هتلعب المصري. لا هيكسب المصري ان شاء الله هناك. بس ماتش صعب. ماتش برضه صعب بس المصري فايق شويه. واخر ماتش بقى البيراميدز. بيراميدز طبعا ماتش الدوري ده هيديهم ان هم دفع ان هم يعوضوا، حتى المدرب هيبقى عليهم ضغط كتير. ممكن يكسبوا بره لان ماتش الدوري النهارده فرق معاهم.